أسعد الله أوقاتكم بكل خير، على المحبة نلتقي دائما معكم عبر الفضائية التربوية في ندوات هذه المرة امتحانية نقف فيها اليوم مع أبنائنا في الثانوية المهنية بفروعها المختلفة. لا بد لنا أن نبدأ بالحديث عن محكات الاختبار، ما الواجب على الطالب أن ينتبه إليه قبل توجه للاختبار، في أثناء الاختبار، في المادة المقصودة، ما هي الهيكلية التي اعتادها الطالب للأسئلة في الأقسام المختلفة في الصناعية أو التجارية. هناك قضايا ثابتة وهناك قضايا متنوعة ترتبط بمهارات محددة اعتادها الطالب في كتابه المدرسي أو في دروس سابقة. أسئلة عديدة سوف نقوم بتقليب يعني أوجه الإجابة عنها مع زميلتي الضيفتين الكريمتين الآنسة لينا المهدي المدرسة في تربية دمشق والآنسة أسماء العدوي المدرسة في تربية دمشق أيضا. مرحبا بكما زميلتي الكريمتين في هذا اللقاء الذي اعتاد الأبناء الطلاب دائما أن نطلع عليهم من خلال الفضائية التربوية في تقديم ندوات تعليمية كانت تدخل هذه الندوات بشيء من التفصيل. وفي هذا العام يعني الوزارة مشكورة ممثلة بمديرية التوجيه ومديرية الفضائية التربوية كانت الاستجابة سريعة لأبنائنا الطلاب الذين طلبوا أن تكون هناك ندوات ووقفات مع الثانوية المهنية، فكان لدينا أكثر من لقاء حول ذلك بطريقة يعني شبه تفصيلية. تم عرض لمهارات كانت يعني في سلم أو في ترتيب الخطة الدرسية كانت في آخر الخطة تقريبا، فزيادة في تعميقها لدى الأبناء الطلاب تم عرضها بإسهاب وتفصيل. ثم جئنا إلى ندوة امتحانية التي نحاول من خلالها أن نذكر أبناء الطلاب ببعض الإرشادات المهمة، متخذين بعض النماذج يعني كنماذج في كل ما تعنيه كلمة نماذج من معنى، يعني هو تمهيد أبناء الطلاب. ما سيعرض هنا هو نماذج لدورات سابقة تم اختيار هذه الدورات عشوائيا من أجل التوضيح، يعني تتحدث الزميلة عن المهارة فيكون هناك دليل أن هذه المهارة توظف بطريقة أخرى. على سبيل المثال في هذا النموذج جاء السؤال كذا أو في نموذج آخر جاء كذا، فكل ما يرد هنا على سبيل يعني الإيضاح والاستئناس ليس إلا. نبدأ مع آنسة أسماء، ماذا يمكن نتحدث عن هيكلية الورقة الامتحانية تجاريا ثم صناعيا ثم نعود لشيء من التفصيل طبعا بالإضافة إلى يعني هناك أسئلة عالقة في أذهان يعني البعض من أجل الإجابة عنها حول قضايا امتحانية، ويمكن أيضا أن نتلقى أسئلة أبناء الطلاب عبر الاتصالات من خلال الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا، فيمكن أن يكون هناك تناغم ما بين يعني عرض الموجود بين أيدينا والإجابة عن الاتصالات في حال وردت، في حال لم ترد لدينا يعني الكثير مما يمكن أن نتحدث عنه للأبناء الطلاب. تفضلي. جزاك الله فضلك، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع الطلبة. طبعا هيكلية الورقة أو إن صح التعبير هندسة الورقة أو النموذج المعتاد لابد أن يكون الطالب ملم به، لأن هذا الأمر يعطيه يعني منهجية واضحة وتنظيم بالدراسة. يجب أن لا يدرس الطالب بشكل عشوائي، يجب أن يعرف كيف يدرس وذلك في ضوء الأسئلة التي تأتي، وكما يعني تفضلتم بأن الاختيار كان عشوائيا لبعض النماذج كي نوضح طريقة طرح الأسئلة وبالمقابل أيضا مراجعة لبعض الأبحاث. ورقة البكالوريا التجاري، أولا تنظم الورقة الامتحانية إلى عدة محاور. أولا النصوص. بداية الورقة الامتحانية لدينا هنا مثلا مثال دورة 2011. بداية لدينا خمسة أبيات، دائما يأتي خمسة أبيات. وأود أن أنوه هنا إلى مسألة هامة، أن هذه الأبيات ليس بالضرورة أن تأتي متوالية. وليس بالضرورة أن يأتي ترتيبها كما هو موجود في الكتاب، يعني أبيات من نص الكتاب انتقائية من قبل تمام. وضع الأسئلة يعني خمسة قد تزيد أو تقل، هذا أمر يعني بحسب طبيعة النص.
هي من الكتاب، لا يوجد أبيات خارجية، أجل لا يعني يوجد في أبيات التجارة المهنية خارجية، أو التجارة لا يوجد أبيات لا خارجية في يوجد. الصناعي أو التجاري. فإذا 5 أبيات من الكتاب بشكل انتقائي من وضع الأسئلة دون يعني اعتماد ترتيب الكتاب. يأتي السؤال الأول الشرح، شرح 3 أبيات، طبعا لكل بيت له 20 درجة. هذه الأبيات يعني كما قلنا أيضا الطالب يعتقد أن الشرح فقط يجب يعني الاهتمام فقط بالأبيات الأولى، يعني قد لا يكون وهذا الشرح بالترتيب، يعني مثلا أنا أمامي الآن الدورة، دورة العام يعني العام الماضي تحديدا، اشرح معنا كل من الأبيات الثاني والثالث والرابع. إذا ليس بالضرورة يعني لا يبرمج الطالب نفسه أنه سوف يشرح الأبيات الأولى، قد يطلب عليه الأبيات الأخيرة، ليس الشرط الأول الثاني الثالث. الدورة الآن هي كما أمامي دورة العام الماضي، الدورة الثانية اشرح معنا كل من الأبيات الثاني والثالث والرابع. أجل. تمام. وهنا أيضا ذات الوضع، فيجب الانتباه إلى هذه المسألة، يعني لا يوجد أبيات خارجية، وهذا الأمر أنا أعتبره لمصلحة الطالب التجاري أيضا، يعني إضافة إلى أن يعني الشرح يجب أن يكون ملم بالشرح بشكل عام وليس فقط بالأبيات الأولى. بالنسبة للشرح يعني يفضل أن يكون لدى الطالب بالسنوات السابقة قد تكون لديه ملكة الشرح، يعني شرح حفظا هو من الأمور أنا أعتبرها صعبة بالنسبة للطالب، يعني سيما لدينا 17 قصيدة في هذا العام، 14 استثنائيا، يعني 3 قصائد محذوفة، فمن الصعب أن يحفظ الطالب كل هذه الأبيات، وأحيانا في لدينا قصائد يعني من 10 أو 11 بيتا يعني. فهذا الأمر يعني صعب الحفظ، لذا يجب أن يفهم الطالب يعني حتى الأمور الحفظية يجب أن يعتمد في البداية على الحفظ، يعني على الفهم عفوا. تمام، تقصدين أن مهارة الشرح هي مهارة، يعني هي مهارة بكل معنى الكلمة. طبعا حتى لو كان هناك إمكان لحفظها فهذا عبء على الطالب، يعني ماذا يحفظ هذا الكم الكبير؟ سيجد أن لديه يعني كتابا إلى جانب الكتاب جديد، فلماذا لا يعني يمهر نفسه بالطريقة التي يستطيع فيها أن يشرح البيت، فيكون الشرح مهارة ثابتة في شخصية الطالب اللغوية دون أن يعمد إلى حفظها. بالنسبة لملاحظة صغيرة، البيت الخارجي يعني لا نقول هو في مصلحة أو على مصلحة، يعني الآن المناهج مطورة مع النماذج التي عقبتها، حتى في التاسع الأساسي لدينا أبيات خارجية في المناهج السابقة الحديثة والمطورة، فهو أمر يعني لا شك أنه أمر إيجابي وله إيجابيات، لكن يعني كي لا يتجشم أبناء الطلاب في المهنية عناء البحث عن أصول القصائد والتدريب على الأبيات، نقول يعني لازلنا على القديم في كتابكم القديم الذي لم يطور بعد، لم يحدث ولم يطور، وبالتالي تماما لا يوجد أبيات خارجية على الأقل يعني في الوقت الحالي. يعني هناك ملاحظات بالنسبة للشرح يعني ممكن أن تفيد الطالب. أولا يجب أن إن كان هناك مناسبة للقصيدة يجب أن يعلم يعني الفكرة العامة للقصيدة، هذه أيضا يعني تحدد مسار تفكيري في من أجل يعني الشرح الصحيح. يجب أن يعرف مرادفات الألفاظ الجديدة والمخزون اللفظي لديه سابقا، يعني هذه الأمور كلها ممكن أن تساعد بالشرح. ممكن أيضا مثلا بالشرح إذا كان لدينا بيت فيه صورة حبذا لو نركز على وجه الشبه مثلا في الصورة، أيضا هذا يساعد بالشرح. أيضا إذا كان لدينا بيت يعني أنا أذكر بعجالة يعني ملاحظات ممكن أن تفيد الطالب، إذا كان لدينا بيت مثلا مبدوء بكم الخبرية أو التكثيرية ممكن أن نبدأ الشرح ما أكثر. فممكن ولدينا أمثلة على ذلك، مثلا كم كحلنا مقلة المجد بما سقط في فجر السنة من مرودي، وكم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. يعني هناك أساسيات أو أشياء أو ملاحظات صغيرة ممكن أن تفيد الطالب وتكون له معينا في الشرح. بعد ذلك ممكن أن يستأنس بالشرح ويصبح حتى وإن كان أراد يعني حفظا يصبح هذا الأمر لديه أكثر سهولة. يعني الطالب حتى يعني يمكن أن ينطلق السؤال دائما محدد، يعني غالبا السؤال محدد، ولكن يمكن أن ينطلق من روح النص أيضا، طبعًا من عنوان النص، من حكاية النص، فيمكن أن يضيف بعض الألفاظ، يعني لا يأتي الكلام جامدا، مثلا في بعض الأبيات قد يكون هذا البيت يتمم ما جاء من قبل، أو مثلا المقصود يكون مثلا في بيت سابق، فلا بأس الطالب أن يشير إليه، يعني
إلى من يعود هذا الضمير؟ قد يعود على بيت سابق. يمكن للطالب أن يشير ذلك من باب يعني توضيح ما يريد أن يوصله من معنى، يعني لا يقف عند حدود فقط الحدود التقليدية في الشرح التي يتعلمها الطالب في بعض الأحيان. يعني يسأل بعض الطلاب في بعض الاتصالات يقول هل يكفي أن أستبدل كلمة بكلمة؟ هناك يعني هناك روح للفكرة يمكن للطالب أن يجيب عنها. لا يقيد نفسه بعبارات، لا يقيد نفسه بأسلوب، لا يقيد نفسه بألفاظ أو بطريقة حتى. يمكن أن نعبر عن البيت من خلال الحديث عن الشطر الثاني قبل الأول، ربما طبعا. هناك طبيعة بيت تفرض ذلك، يعني ليس هناك مشكلة لا بد أن يوصل المعنى يعني في سلم تصحيح يقال على أن يلم بالآتي، يعني حتى يتم التحرر في بعض الأحيان من كلمة معنى أو فكرة، يلم بالآتي. هناك نقاط محددة يجب أن يلم بها بالطريقة التعبيرية التي يراها مناسبة. والأساليب تختلف طبعا من حتى أن يعني للأسلوب له درجة محددة أيضا. يعني هذا أيضا الأساليب تختلف من طالب إلى آخر، ولا ينال درجة أسلوب إلا إذا صح المعنى. وأنا دائما أقول كما يبدع الشاعر في شعره يبدع الطالب في شرحه. يعني أيضا الطالب هو مبدع عندما يشرح بأسلوب لطيف، يعني يصيب المعنى بأقل الألفاظ، بألفاظ واضحة. هذا إبداع للطالب. هذا بالنسبة للشرح. لدينا، وهذا سؤال ثالث، سؤال الشرح. لدينا أيضا بعد ذلك ثلاثة أسئلة متنوعة، يعني تأتي كما تعلم دكتور بأن يعني علامة النصوص 120 درجة. 120 درجة يعني لا تحيط بكل الدراسة الأدبية، لا نستطيع أن نأتي بكل الأسئلة التي تتعلق بالدراسة الأدبية من حيث الصور والمشاعر والألفاظ، فلهذا الأسئلة دائما تكون متنوعة ومتجددة من دورة إلى أخرى. فالأسئلة التي تلي الشرح ثلاثة أسئلة متنوعة، ممكن أن تأتي عن الشعور، ممكن أن تأتي عن سمات الشاعر، ممكن أن تأتي عن سمات المرحلة في أدب القضية الفلسطينية، ممكن أن تأتي شرح مفردات أيضا. هذا سؤال أيضا متوارد بأكثر من دورة، يعني بالإضافة للشرح ممكن أن يأتي أيضا شرح مفردات، ممكن أن يأتي رمز مثلا اشرح الرمز، كما أيضا بالقصيدة قصائد الأدب الفلسطيني. بالنسبة للسؤال الأخير في أسئلة النصوص هو كتاب الثلاثة أبيات. ثلاثة أبيات أيضا أود أن أقول للطلاب مسألة هامة، ليس بالضرورة أن تكون الأبيات متوالية إلا إذا كانت مترابطة. يعني ممكن أن ينتقي الطالب، سيما أن القصائد الموجودة في الثالث الثانوي التجاري هي قصائد من النمط التقليدي القديم، يعني كل بيت يشكل وحدة مستقلة عن الآخر، ليست القصائد الحديثة. القصائد الحديثة لا يمكن أن نجتزئ كما نريد، لكن القصائد القديمة ممكن أن نختار أبيات محددة يعني قد تروق للطالب أو يشعر بأنها سلسة أكثر من غيرها، فممكن أن يعني يختار ثلاثة أبيات من القصيدة ويحفظها للإجابة عن هذا السؤال. أعيد، يجب أن لا تكون مترابطة. يعني مثلا لدينا في قصيدة هيج القلب مغاني وصير دارسات قد علىهن الشجر، ظلت فيها ذات يوم واقفا أسأل المنزل هل فيه خبر. البيت الذي يلي مترابط، للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر. فلا أستطيع أن مثلا أقول هذا البيت ويعني أكتب البيت الأخير، لأن هذان يعني هناك أو هذين البيتين مترابطين. تمام، هناك كما يسمى بنية درامية في النص أجل. أو حوار في بعض الأحيان أو إجابة، يعني يكون بيت يحتمل إجابة لبيت قبله، فيبدو معنى شرط ممكن يعني يبدو كمان تماما فيظهر معنى مفككا إذا الطالب يعني أبتعد كثيرا عن البيت الذي أخذه مع البيت الثاني أو الثالث. ويجب أن نراعي أيضا، أقول للطلبة يجب أن نراعي مسألة يعني الحرفية، لأن هناك أي خطأ في الرواية يعني تحذف عليه درجات. الحرفية يجب أن يكون الكلام كما أورده تماما الشاعر في الكتاب. يجب أن ننتبه إلى يعني تجنب الأغلاط الإملائية والنحوية. الأغلاط النحوية مثلا بدل أن يقول الطالب مثلا ونحن الثائرين يقول نحن الثائرون، هي منصوبة على الاختصاص، هو يعني يذكرها مرفوعة الثائرون، هذا خطأ يعني تحذف عليه درجات. أيضا بالنسبة للأغلاط الإبلائية ممكن مثلا إضافة همزة مثلا همزة أو مثلا همزة قطع يضع همزة وصل أو العكس،
ومسألة هامة أيضا هي الشدة. الشدة تعتبر حرف يجب أن يعني ننتبه إليه جيدا. الشدة سواء أهملها أو زادها أيضا تحذف درجات، فيجب الانتباه إلى هذه الأشياء. الكتابة بشكل صحيح بشكل حرفي. طبعا بعض الطلاب يسألوا يعني أسئلة بسيطة ولكنها هامة، يعني بالنسبة للطلاب أنه نكتب بشكل مقطع موصل كذا، يعني كونه يعني لا 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 تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، سيما لا يوجد عروض أيضا أو وزن بالثالث الثانوي التجاري، فأرجو الانتباه إلى هذه المسائل. تمام. بالعودة إلى هيكلية الورقة في الثانوية الصناعية، ماذا يمكن أيضا نتحدث عن الهيكلية العامة؟ طبعا. قبل أن ندخل في تفاصيل الورقة. أسعد الله أوقاتكم. بالنسبة للنموذج الامتحاني فنبدأ يعني تبدأ الأسئلة بقسم النصوص والتطبيق. نصوص والتطبيق هناك لدينا خمسة أبيات، يعني يأتي خمسة أبيات، ولا يوجد أيضا كما قالت الزميلة لا يوجد أبيات خارجية بالنسبة للصناعي والمعلوماتية، لا يوجد أبيات خارجية، الأبيات الموجودة في الكتاب. ففي البداية يأتي السؤال الأول خمسة أبيات من الكتاب من المقرر. ويأتي السؤال الأول اشرح معنى كل من الأبيات. أيضا بعض الطلاب يحفظون فقط الأبيات الأولى، لكن ممكن أن تجتزأ القصيدة، يعني مثلا يأتي من آخر القصيدة من نصف القصيدة، فعلى الطالب أن ينتبه، يعني الشرح العام كل القصيدة مطلوبة منه. أيضا نقول يعني الأبيات قد تزيد أو تنقص، يعني ليس هناك مشكلة. تمام. يعني يكون أكثر من خمسة أبيات أو أقل ليس هناك مشكلة. نعم. تمام. أيضا بالنسبة لشرح المفردات، يعني في الدورات الجديدة من سنتين تقريبا، فيعني يكتبون للطالب شرح المفردة، لكن على الطالب أيضا أن يحفظ المفردات، لأنه قد يأتي يعني يكون هناك سؤال اشرح معنى الكلمة كذا، فعلى الطالب أن يحفظ المفردة، يعني ليست إذا كتبت أمامه أنه لم يأتي يعني شرح لفظ، عليه أن يحفظ شرح الألفاظ. طيب نأخذ اتصالا ثم نتابع. تمام. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. عندي ثلاث اسئله. تفضلي. اذا اجانا اشرح الصوره الوارده. نعم. بدي بس بالتفصيل كيف بدي اشرحها. طيب. مع مثال. ثانويه مهنيه. تجاري. تجاري تجاري نعم. وكيف بدي اعرف انه في مبني للمجهول بالقصيده؟ نعم. وشو القواعد اللي بستخدمها بالتجاري؟ يعني كيف تتعرفين على كيف المبني تتعرفين المجهول. المبني المجهول. طيب. وسؤال بس اخير. نعم. بالصفه والموصوف. نعم. شلون بدي احول اذا في عندي الجمله الصفه، تحويل الجمله الى مفرد او العكس لجمله، وليش بستخدمها؟ يعني ليش بدي احول؟ لماذا تحولين؟ انه ليش بدي احول على الجمله الصفه لمفرده والمفرده لصفه؟ يعني هذا الأمر هو يعني أمر تدريب لإثبات الطالب أنه ألم بهذه القاعدة أو تلك أو بهذه المهارة أو تلك. يعني كيف يأتي كذلك؟ السؤال؟ كيف يأتي السؤال؟ تمام. كما سألتينا أنت الآن، يعني في المثال الآتي، في المثال الآتي صفة أو نعت أو حول دل على الصفة في المثال الآتي، مثلا إذا بفرض أنها مفردة، الصفة المفردة في المثال الآتي وحولها إلى جملة، أو إذا كانت جملة، أو ربما تكون جملة ومفرد في بعض الأحيان، يعني يدل على الصفة في البيت الآتي وحول المفرد منها إلى جملة أو العكس. يعني طيب أيضا. بس طيب شكرا لك، شكرا لاتصالك. تجيبك الآنسة أسماء، لكن بعد أن تنهي الآنسة لينا عرضها. تفضلي. انتهينا من السؤال الأول وهو اشرح معنى الأبيات، ثم يأتي هناك يعني لدينا ثلاثة أسئلة أو أربع أسئلة حسب، فتأتي من فهم القصيدة، أسئلة من الفهم العام للقصيدة، مثلا من فهمك البيت الرابع استخرج كذا، من فهم الطالب للبيت. أيضا في النموذج الجديد طبعا هناك سؤال اختر الإجابة الصحيحة، الطالب فقط مثلا يختار الإجابة وينقل الإجابة إلى ورقة إجابته. يعني كما نذكر ابناء الطلاب دائما يعني كي لا يلتبس الأمر عندما نقول نموذج جديد. تمام. ليس هناك نموذج جديد، وإنما يعني أنت تستأنسين بنماذج مثلا للعام الماضي أو ما قبل الماضي تعتبرينها جديدة ولا الأقدم. يعني هذا أمر أيضا ليس هناك معيار ثابت، يعني ما دامت الوزارة لم تعمم توصيفا أو نموذجا جديدا
فنحن أمام الحالة السابقة، قد يكون وقد لا يكون. تمام. يعني قد يكون اختيار متعدد اختيار الإجابة الصحيحة وقد لا يكون، يعني ليس وجود ذلك في النموذج ليس إلزاما. تمام. وكما قلنا عرض هذه النماذج الآن ليس إلزاما للاستئناس، ليس إلزاما أن يكون أن يأتي السؤال اختار الإجابة الصحيحة أو لا يأتي. تمام. وإنما هو مجرد توضيح، كما سألت الآن يعني الابنة المتصلة هبة، يعني ما غاية السؤال؟ إثبات المهارة. تمام. أننا طبقنا هذه المهارة بطريقة تطبيقية معينة، سواء قلنا اختار الإجابة الصحيحة، صحح الغلط، اشرح، وضح، دل، هاد دليل، اذكر، عدد. تمام. كل ذلك يشير إلى غاية معينة تتوزع ما بين يعني الفهم العام أو التفصيلي، بتدرجين في مهارات يعني لاحقة أيضا. تمام. نعم. ثم إذا بعد الشرح تأتي أسئلة من الفهم العام للقصيدة، من فهم الطالب للقصيدة، لكن يعني يستطيع الطالب أن يحل هذه الأسئلة من فهمه العام للقصيدة، يعني ليس شرطا أن يكون السؤال من الأسئلة التي تأتي وراء الدرس، قد لا يأتي من وراء الدرس، يعني يأتي من الشرح العام والفهم العام للقصيدة. مثلا فرضا قد يأتي سؤال استخرج كلمتين متضادتين، أيضا هذا من الفهم العام، مهارة يعني مهارة الفهم العام. ثم نأتي إلى قسم القواعد، طبعا لدينا 5 دروس قواعد بالنسبة للثالث الثانوي الصناعي، فيعني قد يأتي تطبيق من إحدى. ما هي هذه الدروس؟ تمام. الدرس الأول الأفعال الخمسة. نعم. ثم يأتي درس نصب الفعل المضارع، ثم جزم الفعل المضارع، ثم لدينا درس المبني والمعرب، أي مثلا استخرج فعلا مبنيا، اسما مبنيا، اسما معربا. تمام. تمام. يستخرج فقط كلمة الطالب، يعني نعم. هناك يوجد يكون في البيت أكثر من كلمة لكن يكتفى بكلمة واحدة. نعم. أيضا ثم يأتي درس التوابع، في التوابع لدينا 4 دروس، الدرس الأول هو النعت الصفة، والدرس الثاني هو التوكيد، ثم درس البدل والعطف، فتأتي أسئلة القواعد من ضمن هذه الدروس. نعم. أيضا ثم نأتي إلى سؤال الإعراب، أعرب من النص. طبعا سؤال الإعراب سؤال ثابت، يعني تمام. يأتي كل عام سؤال ثابت وعليه 40 درجة. وهنا السؤال، تمام. هل يتقيد الإعراب في دروس الكتاب المدروسة بالقواعد أم أن الأمر يتعلق بمهارات سابقة؟ لا، المهارات السابقة. تمام. التي أخذها الطالب يعني في السنوات. لا يقول الطالب أنا لم أدرس الفعل الماضي. تمام. أو الفعل الأمر أو المبتدأ أو الخبر أو إعراب الجمل أو غير ذلك. تمام, تمام. مثلا نعم. قد تأتي مفردة حال، لا يوجد درس الحال في الثالث الثانوي. تمام. تمام. فيعني المهارات السابقة التي أخذها من الصف السابع إلى الثالث الثانوي. نعم. ثم طبعا لدينا قسم الإملاء، نبدأ بقسم الإملاء. الإملاء هي مثلا علل كتابة التاء، علل كتابة الألف اللينة سواء كانت ممدودة أو مقصورة، علل كتابة همزة القطع، همزة الوصل. وأيضا لدينا السؤال الذي يليه هو كتابة الأبيات، كم بيت يكتب الطالب؟ على الطالب أن يحفظ 3 أبيات من كل قصيدة، يحفظ 3 أبيات. ليس مطلوبا من الطالب أن يضبط الكلمات، فقط الشدة، ليس مطلوبا ضبط الكلمات، فقط عليه أن يضبط الشدة. يعني هناك إن كلمات وجدت. تمام. يعني السؤال لا يشترط أبيات مضبوطة. تماما. ولكن إن تيقن الطالب من الضبط، ولا سيما هناك ضبط يعني لا بد منه، فشيء جميل يعني. تماما. أن يضبط. تمام. هناك ضبط يعني يتمم المعنى وشكل الكلمة، يعني لا يمكن لنا أن نستثني مثلا الضبط تنوين النصب مع الألف. تمام. تمام. لا يستطيع أن يقول مثلا كان الطالب مثلا متعب. تمام. تمام. عليه أن ينصب، لا بد أن تظهر ألف التنوين. تماما. فإذا هنا نقول يعني السؤال ليس سؤال ضبط، لكن لا نحرم عليه الضبط أو نحظر عليه. تمام. ولا سيما في ظل وجود كلمات بحاجة إلى ضبط كي تكتمل، إذا أراد هو تماماً. أن يضبطها كي تكتمل. هناك كلمات لا بد منها. تمام. هناك كلمات لا بد أن يظهر عليها الضبط لأنها تكمل شكل الكلمة كما هي موجودة، يعني كما قلنا الخبر المنصوب مثلا. تمام. أو الكلمة المنصوبة بتنوين نصب، عدم وجود ألف تنوين نصب عليها يذهب نقص المصحح إلى اتجاه الرفع أو تماماً. الجر. تماما. نعم. أيضا حين يكتب الطالب الأبيات المطلوبة للحفظ عليه يعني أن يكتبها بحرفية، يعني لا مثلا يخترع كلمة من ما يعني نسي كلمة الطالب فيخترع من عنده كلمة، لا. أيضا بالنسبة لسؤال كتابة 3 أبيات، أن يعني لا فرق إن كتب من أول القصيدة كما قلنا أو من آخر القصيدة، المهم من الأبيات الموجودة في تمام. الكتاب ترابط المنطقي. تمام. الأهم يكون ترابط منطقي. تمام. نعم. نعود آنسة أسماء،
قبل الدخول في يعني تفاصيل هيكلية ورقة الاختبار الثالث الثانوي التجاري، لدينا أسئلة من المتصلة هبة. كيف تجيب على سؤال اشرح الصورة؟ ما الحدود المطلوبة إلى طلاب الثانوية التجارية؟ أيضا كيف تتعرف مبني المجهول؟ يعني وهذا سؤال بصراحة يعني أنا استغربت هذا السؤال، يمكن أن يسحب على كل المهارات. كيف نتعرف مبني المجهول؟ كيف نتعرف المبني المعلوم؟ كيف نتعرف الحال؟ كيف نتعرف؟ يعني ليس هناك يعني مؤشرات نستطيع أن نقول ثابتة تماما، لكن يمكن أن نفيد يعني بأي بطريقة أو بأخرى. سؤال أيضا عن الصفة الموصوف، كيف طبعا سألت عن الغاية، قلت لها يعني ليس لك ذلك، يعني الغاية الكتاب برمته وتطبيقات الكتاب والاختبار برمته، غايته ثابتة وموحدة سواء مجتمعة في الاختبار ككل أو بجزئية منه، هي إثبات يعني مهارة معينة وتمثل لمهارة معينة تعلمها الطالب من خلال السنة الدراسية أو السنوات السابقة. أما كيف فلا علينا أن نقول لها كيف، أما لماذا فهذا أمر هو الدراسة برمتها تحقق الغاية التي سألت عنها الطالب. يعني طلاب الصناعي مثلا أيضا يقولون يعني ليش عندنا مادة العربي، بيقولوا لنا هيك ليش عندنا مادة العربي. يعني هذا الأمر بصراحة يعني إجابة عنه ليس مجال إجابة عنه هنا، يعني اللغة العربية لغة العلم ولغة الحياة واللغة الأم والهوية الوطنية والقومية أساس. وكل بلد في العالم له لغة أم له تمثل هوية قومية له، يعني ليس تعصبا لها، ولكن نحن كعرب لابد أن نقول هذا الكلام كما تقوله أمم أخرى عن لغاتها، يعني ذلك لا ينتقص من قدر لغات أخرى في عيون أبنائها. فأما اللغة هي لغة الحياة، ويعني خارج السياق يعني كانت تفاخر الجامعات السورية أنها بدأت بتدريس المواد في اللغة العربية، وهذا أمر يعني لابد. اللغة الأم هي الطريقة الأمثل، وهناك شهادات من أصحاب من غير لغة، من أصحاب اختصاص لغات أجنبية في الحقيقة، قالوا نحن نحتاج إلى اللغة الأم لنعلم الأبناء اللغة الأجنبية الأخرى، فما بالك باللغة التي بالعلم الذي ليس في مجال لغات وإنما في مجال الطب أو الهندسة أو غير ذلك. طيب إذا أنا أقول لطلاب التجارة اللغة العربية موجودة لأننا نحبكم، فهي لغة الروح في عالم الأرقام. أولا أشكر الطالبة لاهتمامها. بالنسبة لشرح الصورة، صورة يعني لا يوجد بالنسبة للتعليم التجاري الاستعارات أو يعني الأبحاث الموجودة في العلمي أو الأدبي أو حاليا التاسع الحديث، وإنما يعني معلومات بسيطة جدا تعتمد على أركان التشبيه، مشبه مشبه به، أداة شبه، وجه الشبه. إذا طلب منك الشرح فيجب أن تحددي هذه الأشياء سواء كانت موجودة أم يعني محذوف ركن من هذه الأركان. طبعا من خبراتك السابقة بنتي ممكن أن يكون مثلا تشبيه تام الأركان إذا كان مثلا أربع الموجود أربع الأركان الأربعة المشبه المشبه به العناصر أو الأركان الأربعة، فهذا نسميه تام الأركان. مثلا الفتاة كالبدر جمالا، هذا يعني تام الأركان. إذا حذفت أداة التشبيه نسميه تشبيها مؤكدا. إذا حذف المشبه، طبعا المشبه والمشبه به الاستعارة ليست يعني موجودة في منهاج التجاري، ممكن التشبيه البليغ موجود بكثرة وهو ما حذف منه الأداة ووجه الشبه. فإذا جاء هذا السؤال شرح الصورة يجب أن نحدد الأركان، وإن كان له تسمية مختلفة نذكر التسمية فقط، ونحدد وجه الشبه. ممكن أن يعني ممكن أن نسهب في الشرح فنتحدث عن وجه الشبه لجمال المحبوبة وكذا، فممكن أن نذكر ذلك. بالنسبة لي سألت عن المبني المجهول. المبني المجهول يكون طبعا بتغيير ضبط الفعل، فإذا كان فعلا ماضيا بضم أوله وكسر ما قبل آخره. مثلا نحن لدينا كتب، إذا أردت أن أبنيه المجهول كتب طبعا مع حذف الفاعل. يعني هذا الثلاثي الصحيح، لكن ماذا لو كان معتلا مثلا ساقة سيقة؟ المسألة ضبطها يحتاج إلى إعادة دراسة القاعدة. يحتاج إلى إعادة الدراسة. لكن بالنسبة للمنهاج التجاري يعني مبسط أكثر يعني. تمام. بالنسبة للمضارع كيف يبنى المجهول؟ بضم أوله وفتح ما قبل آخره. لدينا أمثلة للمبني المجهول في القصائد. مثلا في قصيدة الشاعر عمر أبو ريشة، لم تعطر بدماء حر، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر
بدماء حر أبي تعطل هذا مبني المجهول. لدينا في قصيدة وصف الإيوان للشاعر البحتري عمرت للسرور دهرا فعمرت أيضا مبني المجهول. أيضا في قصيدة أيضا لعمر أبو ريشة قصيدة المجد عروس المجد بالبيت الأخير شرف الوثبة أرضاء العلا أن ترضي العلا نعم. غلب الواثب أم لم يغلب نعم. أيضا يغلب هي مبنية المجهول هذه بس. أمثلة من الموجودة. بقي سؤال لكن أخذ اتصال كي لا نتأخر على سلام. ألو ألو تفضلي بدي أسأل سؤال. تفضلي. المحسنات البديعية نعم بدي التصريع نعم غير ذلك لا شكرا. أي أنت يا سلام صناعي أم تجاري أم نسوي؟ لا بس أي ما كنت هو سؤال عام تصري على لسان مطلوبة. طيب. يمكن أن نكمل مع الصفة و الصفة طبعا نحن نعلم أن الصفة لها أنواع من أشهر أنواعها جملة أو مفردة. ممكن يأتي السؤال حول الجملة الصفة الجملة إلى مفردة أو العكس يعني بأسلوب مبسط إذا أردت أن أحول الصفة من جملة إلى مفردة يجب أن أنتبه إلى مسألة هامة وهي أن أحول يعني أشتق من الفعل مشتقا يناسب. مثلا عندما نقول مثلا فتاة تركض جملة تركض مثلا هنا رأيت مثلا فتاة تركض جملة تركض هي جملة صفة في محل نصب صفة. إذا أردت أن أحولها لمفردة آتي بالمشتق ليكن اسم فاعل راكضة رأيت فتاة راكضة فيجب في هذه الحالة أن أضع المشتق. أنتبه إلى أن تكون المفردة مطابقة تماما للموصوف يعني إذا كان معرف بأل يجب أن تأتي معرفا بأل إذا كان نكرة يجب أن تكون نكرة. وانتبه إلى مسألة هامة وهي الضبط لأن النعت أو الصفة تطابق الموصوف في حركة الإعراب. إذا أردت العكس دكتور فمثلا إذا كانت مفردة وأحولها إلى جملة يعني أسلس طريقة ذكر الفعل المضارع لنأخذ المثال نفسه مثلا رأيت فتاة راكضة راكضة صفة آتي الفعل المضارع رأيت فتاة تركض جملة نعم. تركض أصبحت جملة فعلية في محل نصب صفة هذا بأسلوب سهل يعني تمام. ويميز جملة الحال عن جملة الصفة أن جملة الصفة ما قبلها نكرة وجملة الحال ما قبلها معرفة بعض النكرات صفات وبعض المعارف بعد المعارف طبعا طبعا الأبناء الطلاب يعني يلجؤون إلى ذلك بعد أن تستوفي الجملة عناصرها يعني بعد أن تستكمل عناصرها يمكن أن نذهب بهذا الاتجاه يعني التبسيطي أن بعض النكرات صفات بعض معارف أحوال بعض ظروف ضيوف لكن هناك حالات يعني قد يقع الطالب في إشكال عندما نقول مثلا السماء ماطرة السماء تمطر فلا يستوي أن يقول تمطر حاليا لأن السماء معرفة يعني المبتدأ يحتاج إلى خبر إذا بعد أن تستكمل الجملة عناصرها يعني المبتدأ يحتاج إلى خبر إن وأخواتها كان أخواتها تحتاج إلى أخبار وأسماء الفعل المتعدي لمفعولين يحتاج أيضا إلى المفعول الثاني بعد أن تتم ربما هذه الأمور قد يذهب بهذا الاتجاه صحيح. بالنسبة للمحسنات البديعية طبعا لا يعنى كثيرا أبنائنا في الثانوية المهنية باللفظي لا يعنى باللفظي أو بالمعنوي لكن لنفترض أن الطالبة لم تجب هي في صراحة بأي صف لكن نجيب بغض النظر عن أي مرحلة كانت تدرس التصريع هو التصريع هو أولا هو محسن بديعي لفظي نعم. يأتي حتما في البيت الأول نعم. يعني يجب أن يكون موجود في البيت الأول. ما هو التصريع؟ هو اتفاق آخر كلمتين من الشطر الأول مع الشطر الثاني بآخر حرف وبالوزن. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت نعم. أنفسنا مما تجد نعم. تعد وتجد هذا تصريع. إذن التصريع محسن يجب أن يكون في البيت الأول حتما يعني في الأبيات الثانية ليس من شأنها ولكن نسميها تقفية داخلية غير مطالبين فيها بالتجاري ولكن هو محسن بديع يأتي في البيت الأول وهو عبارة عن اتفاق آخر كلمة في الشطر الأول مع آخر كلمة في الشطر الثاني بآخر حرف وفي بالوزن وكما أستفد هذا المثال تعد وتشد هذا التصريع تماما يعني إذن هو لأجل ذلك كان محسنا لفظيا لأنه يعتمد على الصوت حتى بعض أبناء الطلاب تماما يرى بعض أبناء الطلاب أن هناك أحرف مشبعة صوتيا يعني مثلا يا عروس المجد تيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهبي يلاحظ أن يعني الكتاب اختلفت عن الصوت يعني هنا ياء وهنا باء مكسورة لكن الصوت جاء واحدا
إشباع الصوت لإعطاء النغمة المطلوبة التي تتوافق ما بين الشطرين. وظيفة الإيقاع الموسيقي. تماماً يعني. تماماً. نتابع. انتهينا من عرض الهيكلية الصناعي. بس أود أن أتكلم عن المحسنات. الطباق. نعم. الطباق نعم. بالنسبة للثالث الثانوي الصناعي. نعم. حتى التجاري مطلوب منهم الطباق. نعم. كلمتان مختلفتان في المعنى. إما نعم. طباق سلب وإما طباق إيجاب. الطباق أو التضاد. تمام. تمام. يعني يسأل ابناء الطلاب أحيانا يشكل عليهم التسمية بين النعت وبين الصفة مثلا. تمام. أو طباق أو تضاد. إذا التضاد هو كلمتان ورود كلمتان في سياق واحد طبعا. تمام. يعني لا يستوي أن تكون كلمة في البيت وكلمة في بيت آخر. في البيت الواحد. تماما. تمام. في السياق في سياق واحد. متضادتان في المعنى. هذا التضاد إن كان طبيعيا يعني مثلا ما بين مثلا يعني قوي وضعيف أو قوة وضعف. تمام. يكون طباق إيجاب. إذا اعتمد النفي شاخ الزمان ولم تشخ لك همة. سلب. طباق سلب. تمام. إذا سكت الإنسان فالهم والأسى وإن هو لم يسكت طباق. تمام. سلب. هنا نعم. في هذا البيت مثلا كانت محاسن وجهها محجوبة فالآن قد كشف الربيع حجابه. حجابها. نعم. حجابها. فمثال استخرج من البيت كلمتين متضادتين في المعنى. نعم. فهنا في هذا البيت كلمة محجوبة وكلمة كشفة. نعم. يعني كلمتان متضادتان في المعنى فقط. نعم. يكتب الطالب الكلمتان. هل يمكن أن يكون تضاد بين اسم وفعل؟ هل يمنع أن يكون هناك تضاد في هذه الحالة؟ لا. لا يمنع. إذن نحن نأخذ المعنى. تمام. لذلك في المعنى. تماما. لذلك هو محسن معنوي. فقد نجد مثلا يعني قوة مثلا أو مثلا يعني سرعة ومثلا يبطئ مثلا أو يسرع وبطء. يعني طباقا ما بين. تمام. فعل أو اسم. ليس هناك. محسن معنوي. تماما. تمام. يعني هو معنوي. هنا أيضا اسم وفعل. تمام. محجوبة وكشفة اسم تماماً. وفعل. تماما. لدينا أيضا في التجارة إن سمحتم لي مقابلة. نعم. مقابلة أيضا هي أكثر من طباق. نعم. لدينا في قصيدة الشاعر عبد الرحيم محمود. الشاعر الشهيد. الشاعر الشهيد أجل. نعم. فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. نعم. حياة ممات تسر يغيظ وصديق وعدا. تمام. هذه يعني إذن المقابلة هي أكثر من طباقين. تمام. يعني في أيضا في نفس البيت. أيضا محسن يعني منبثق عن الطباق. أجل. لورود أكثر من طباق يعني من طباقين فأكثر. أجل. يعني أبدا جحيم عدونا أبدا نعيم للصديق. طباقان أو أكثر. وكما استفتي يعني من أشهر الطباقات بيت الشاعر عبد الرحيم محمود وهو موجود في الثالث الثانوي العام بفرعيه العلمي والأدبي في نص القراءة. نص القراءة لأدب مقاومة أو أدب قادر وطني والقومية للدكتورة نجاح العطار. ورد الاستشهاد بهذا البيت على ربط شهيد الشاعر محمود عبد الرحيم محمود القول بالفعل. التزم الممارسة الثورية التزاما كاملا حيث نفذ ما قال وارتقى تماما إلى مراتب الشهداء. فحياة ممات تسر يغيظ صديق عدو أو عدا. إذن أعطى المقابلة بين ثلاث طبقات إضافة إلى أمثلة عديدة. يعني لدينا في التاسع الأساسي الحديث ولدينا في الثانوية العامة أيضا في نص الشاعر جميل صدقي الزهاوي فترفع بالإعزاز من كان جاهلا وتخفض بالإذلال من كان يعقل. نتابع. أيضا لدينا في البيت التالي الراح والراحة عز الفتى والزل في شرب ضريب اللقاح. أيضا نعم. هنا استخرج كلمتين متضادتين في المعنى. نعم. كلمة العز وكلمة الزل. أيضا نعم. لدينا بالنسبة للصور البيانية المطلوب هو التشبيه البليغ بالنسبة نعم. للثالث الثانوي الصناعي. والتشبيه نعم. البليغ هو ما حذف منه الأداة وحذف وجه الشبه. نعم. مثلا حبيبتي أنت هنا مشبه ومشبه به. يعني أو مثلا في قصيدة نزار قباني مثلا أو يعني حبيبتي مثلا قمر قصد تمام أو أنت يعني أنت مثلا شمس أو مثلا ال 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 الشهيد مشعل مثلا. يعني وجود إذا عنصران أساسيان مشبه ومشبه به هما الركنان الأساسيان في التشبيه. لذلك عندما نخسر الجزء أحد هذين الجزئين ندخل في الاستعارة أيضا. فأيضا للطلاب يعني في المراحل الأخرى لا يفهمون أو يعني يمكن أن يستطيعوا دراسة الاستعارة ما لم يعني يقفوا عند التشبيه. لأن الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ركنه. لكن لا يمنع يعني حتى الأبناء الطلاب نقول مثلا لديهم تشبيه بليغ
لن يمنع أن يتعرف الطالب أو يحول إلى التشبيه التام. تمام. لماذا؟ يعني هو توصل إلى بالغ لماذا؟ لأننا حذفنا الأداة وجه الشبه. الشبه. إذن يمكن أن يفترض وجود أداة وجه الشبه. تمام. الشهيد كالمشعلي في الضياء. تمام. الأم كالنبع في العطاء. إذن هنا يعني وبضدها تتميز الأشياء. لا بد أن يكون هناك إلمام بهذه الناحية كي لا يقيد الطالب نفسه. يعني دائما نقول للأبناء الطلاب الابتعاد عن الترميط. الترميط يؤطر الطالب في إجابة واحدة يأخذها دون تدبر، مما يجعل العقل عاجز عن التفكير في النماذج المشابهة، فيخرج من المثال فيتوقف لا يجيب. نقول دائما لذلك هذه في الحقيقة رسالة المناهج المطورة، مع أن المناهج القديمة تحتوي على كثير من التطبيقات، وفي هذه الكتب التي بين أيدينا الكثير من النصوص يعني الفخمة ذات الأسلوب الفخم والرصين، ودرست بطريقة جيدة، لكن هناك يعني توسيع لبعض المهارات. فنقول دائما أبدا هناك محاولة تنشيط لتفكير الطالب، أن تأتي التطبيقات يعني محاكية للواقع بطريقة تحفيز الطالب على التفكير ويعني القفز إلى ما وراء الكلمات، من أجل أن نصل بالطالب إلى مهارة معينة. ويعني الأبناء الطلاب في بين أيديهم كما نقول يعني نماذج عديدة، تختلف بعض الأسئلة من عام لآخر، تختلف نمط السؤال، ولكن المحتوى المعرفي واحد، يعني لن يتغير المحتوى المعرفي للكتاب، فبأي طريقة سئل عنها الطالب لابد أنه سيجيب بشكل صحيح. تمام. نعود آنسة أسماء إلى التجاري في بعض التفصيلات على سبيل المثال للحصر. نعم. لدينا أيضا المحور الثاني هو النحو والتطبيق. يأتي السؤال الأول إعراب كلمات، غالبا هي 4 أو 5 كلمات، على الأغلب هناك جملة أيضا كلمات، يجب إعراب الجمل يعني أو إتقان إعراب الجمل. بالنسبة للإعراب يعني أولا يعني يعتمد على المهارات السابقة منذ الابتدائي في الإعدادي في الثانوي، لا يوجد في التعليم الثانوي البكالوريا حصرا، يعني في 10 و11 هناك دروس، لكن في الثالث الثانوي لا يوجد دروس بشكل مباشر، وإنما عبارة عن يعني تطبيقات. يعني هذا في التجاري. في التجاري. تمام. نعم. فيجب أن يكون الطالب ملم بكل الأبحاث السابقة القواعدية والصرف والنحو. طيب والصرف أعتذر، يعني يبدو لدينا أكثر من اتصال، فكي لا ينتظر أبناء الطلاب. تمام. كثيرا نأخذ اتصال من حنين. ألو. ألو. تفضل. أهلا بك يا حنين. بثقتك تسأل عن المفعول المطلق، ونشتم إذا نميزه المفعول المطلق، كيف نميز مفعول مطلق؟ ايضا هل سؤال اخر؟ لا يسلم. طيب اهلا بك يا حنين، شكرا لاتصالك. لدينا اتصال اخر. الو، معنا اتصال اخر. الو، تفضلي. زكاتك، بس كيف فينا نميز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي؟ اللازم والمتعدي. والمتعدي. سؤال ثاني بس. تفضلي. كيف فينا نعرف المفعول لاجله؟ المفعول لاجله. طيب يعني هو فعل لأجله. تمام. طيب هل من سؤال آخر؟ طيب شكرا لاتصالك بشرى. تأتي الإجابة تفصيلية إن شاء الله الآن من إحدى الزميلتين. كيف نميز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي؟ طبعا نعم. الفعل اللازم هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول به، يكتفي بفاعله فقط. أما الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به، لا يكتمل المعنى. تمام. لا يتم المعنى ويكتمل دون أن يكون هناك مفعولا به. طبعا يعني طريقة بسيطة لكن يعني ليست على كل الأفعال، يعني يضع الطالب حرف الهاء، الضمير الهاء، يعني إذا الفعل قبل حرف الهاء فيكون هذا الفعل متعدي، لكن يعني لا ينطبق ذلك على كل الأفعال. يعني هي مؤشرات، يعني أنا جربت ذلك لكن. تمام. لا ينطبق على كل الأفعال، هناك أفعال لا تقبل الهاء وتكون متعدية. تمام. يعني أيضا عدم ورود الفعل. تمام. يعني لا يعني إلغاء هوية الفعل أنه متعدي. تمام. يعني مثلا حفظ الطالب الدرس، ماذا حفظ؟ أو مثلا ماذا حفظ؟ يعني يجب أن يكتمل تماماً المعنى. تماما. يعني حتى يعني عدم، أحيانا يأتي الكلام في سياق معين لا يأتي فيه المفعول به، هذا لا يلغي أن الفعل متعدد. ما زال متعديا. تمام. يعني لم يصبح لازما لأنه متعدد تماما. أكثر من. تماما. إضافة إلى أن المتعدي
قد يتعدى إلى أكثر مفعولين. تمام، هناك أفعال تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أو ليس أصلهما مبتدأ وخبر، مثل تماماً. الفعل حسب، الفعل أعطى، يعني مثال من منهاج الطلاب، يعني تمام. الفعل حسب، الفعل أعطى، تمام، يعني هذه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. مفعولين، يعني حسب من التي أصلها مبتدأ وخبر من أفعال الظن، أما أعطى، منح، ألبس، أفعال تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. مثلا هنا لدينا وسروا تحسبه العيون غوانيا، هنا تمام. الفعل حسب يأخذ مفعولين، نعم، به الهاء هي المفعول به الأول، تمام، وكلمة غوانيا هي المفعول به الثاني، تمام. إذا حسب هي من أفعال الظن، وأفعال الظن تمام، ظن حسب هي من أفعال التعدى إلى مفعولين أصله مبتدأ وخبر بالإضافة إلى ألفاظ، يعني أفعال يقين بالإضافة إلى أفعال التحويل. أيضا هناك مثال آخر، فكساه الحسن ثوبا معلما، الفعل كسى هنا أيضا من منهاج الثالث الثانوي، الفعل كسى يتعدى إلى مفعولين، الهاء المفعول به الأول و نعم. ثوبا المفعول به الثاني، تمام، ليس أصلهما وخبر. وخبر الفعل كسى، نعم نعم. بالنسبة إلى المفعول المطلق آنسة أسماء والمفعول لأجله، يعني لعل هناك تشابه بينهما أنهما كلاهما مصدر، يعني مصدر، ولكن كل مصدر له دلالة خاصة به في هذه الحالة. صحيح. بالنسبة للمفعول المطلق، المفعول المطلق هو عبارة عن مصدر منصوب يأتي من لفظ الفعل، يجب أن يكون من لفظ الفعل. لماذا؟ ما وظيفته؟ التأكيد، وقف وقوفا، اجتهد اجتهادا. لدينا بالنسبة للمنهاج التجاري أمثلة كثيرة مرت على الدنيا، مرور القطر بالحقل الضمي، مرت مرورة. أيضا لدينا ونام ليحلم حلمة، أيضا هذا مفعول مطلق. وتعرككم عرك الرحى بثفالها، مفعول مطلق. إذا المفعول المطلق ما يهمني هو مصدر يأتي منصوبا، ويأتي غالبا هو ليؤكد. لكن الأمثلة التي أوردتها الآن هي يعني في سياق الوظيفة الأخرى للمفعول المطلق، ألا وهي بيان نوع الفعل أو هيئة الفعل. يعني عندما أقول مثلا مرت على الدنيا مرور القطر بالحقل الضمي، هنا أوضح أو كأني أشرح، فهذا لم يأتي للتوكيد وإنما لبيان الفعل. ممكن يأتي السؤال مثلا نستخرج المفعول المطلق وبين وظيفته أو نوعه، فلا بد من ذكر هذا الأمر. بالنسبة للمفعول أيضا المفعول المطلق، ملاحظة صغيرة، ممكن أن ينوب عنه أشياء مثل كل وبعض أو اسم الإشارة إذا أضيفت إلى كل وبعض، إذا أضيفت إلى مصدر من لفظ الفعل، مثلا أحب كل الحب، مثلا أمارس الرياضة بعد الممارسة، في هذه الحالة تأتي كل وبعد نائب مفعول مطلق. ممكن أن ينوب عن المفعول المطلق العدد إذا لم يأتي من نفس اللفظ، مثلا دار مرتين، نعم، أيضا موجود هذا في قصيدة هند، واستبدت مرة واحدة، يعني أنت مرة هي نائب مفعول مطلق. في قولك عددا ليس من لفظ الفعل، يعني هل هناك فرق بين دار دورتين ودار مرتين؟ أجل، نعم. دار دورتين، دورتين مفعول مطلق، لأن هي دلت على العدد، أصلا هذه من وظائف أيضا المفعول المطلق، ولكنها أتت من جنس الفعل أو من لفظ الفعل، نعم. أما لو قلنا دار مرتين، مرتين دلت أيضا على العدد ولكنها لم تأتي من لفظ الفعل. مسألة هامة أود أن أنوه لها، أحيانا يأتي المفعول المطلق ليس من لفظ الفعل، ويعني هذه أشياء نادرة لكنها موجودة بالمنهاج، لذا يعني وجب التنويه إليها. في القصيدة الأولى يمينا لنعم السيدان، يمينا مفعول مطلق تعرب، فيعني أرجو الانتباه إلى هذه المسألة هامة جدا، فيمينا تعرب مفعول مطلق، علما أنه لا يوجد فعل، يعني تقدر الفعل تقديرا، أو لا يوجد فعل في هذه القصيدة ليدلنا على المفعول المطلق، لذا يعني أرجو الانتباه إلى هذه المسألة. بالنسبة للمفعول لأجله، المفعول لأجله إذا أردت أن أتيقن من أن هذه الكلمة هي مفعول لأجله، يجب أن ينطبق عليها أربعة أشياء. يجب أن تكون مصدرا، يجب أن تكون نكرة، مصدر قلبي طبعا، نكرة منصوبة، ويجب أن تكون دالة على السبب. يعني عندما أقول بقصيدة رثاء شدة ماتت حزنا، أو ماتت سرورا، هي شدة المتنبي ماتت من فرط السرور بنجاته. فعندما نقول ماتت سرورا، سرورا هذه مفعول لأجله، نعم. نطبق عليها الأشياء الأربعة ونتأكد من أنها مفعول لأجله. هي جاءت مصدرا قلبيا، نعم. جاءت نكرة،
جاءت منصوبة ودلت على السبب، لنعلم أنها دلت على السبب نستخدم بشكل بسيط كلمة لماذا، لماذا ماتت؟ سرورا فسرورا مفعول لأجله. أيضا تماما. هذا وإذا أضيف يعني يختل الشرط التنكير، إذا أضيف فيأتي يضاف إلى معرفة، يعني يعمل أو يدرس الطالب أو خشية الفشل أو خشية تماما فهنا يعني جاء مضافا ف يعني تخلى عن التنوين، خوف في التنوين، وجاء مضافا إلى معرفة بعده. هذا كلام صحيح تماما. ونعلم أن المضاف إليه دائما يعني يكسب المضاف أحد أمرين، تمام، أربع أشياء، إما تخفيفا وتعريفا أو تخفيفا وتخصيصا. لذلك في بعض الأحيان يقال إذا أضيف لا يشترط أن يضاف إلى معرفة، وإنما إذا أضيف يحقق الإضافة من خلال إضافة إلى معرفة أو إلى غير معرفة. لذلك إذا حفنة رملة تماما، حفنة رملة ندري حفنة رملة فوق رملة مضاف إليه وشاءت نكرة هنا تماما وضحت، والوظيفة الأساسية التوضيح تماما يعني. تماما نتابع أيضا في السياق الذي كنا نتحدث فيه. طيب إذا الإعراب، الإعراب يجب أن يكون يعني الطالب كما أسلفنا ملما بالقواعد، مستوعبا لهذه القواعد. الإعراب عبارة عن معرفة أو مهارة تراكمية، فلذا يجب أن يكون ملم بهذه الأشياء سواء كان القواعد أو أيضا الصرف من حيث المشتقات، وبحث المشتقات هو بحث هام جدا بالنسبة للطلاب بشكل عام وطلاب التجارة. طبعا كيف يأتي سؤال المشتقات؟ ممكن يأتي يعني اشتقاق كلمة، مثلا ما اسم الفاعل من الفاعل كذا، ممكن أن يأتي بشكل أيضا فراغ، ممكن أن يأتي أيضا طريقة صوغ كيف نصوغ اسم الفاعل أو اسم المفعول. نذكر طلابنا بأن المشتقات سبعة، هي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، اسم زمان ومكان، واسم آلة، ومبالغة اسم الفاعل. طبعا لكل مشتق له يعني شروطه الخاصة، أوزانه الخاصة. لا أعرف، ممكن أن نتحدث بشيء من التفصيل دكتور؟ طيب يمكن أن نعود، لكن بعد أن نعود إلى القواعد الخاصة بالصناعي. لكن للتذكير يعني أن المشتقات تمام، يعني المشتقات هي مهارة يعني تنبع الاهتمام فيها أو بها من أنها مهارة صرفية تطلب إلى الطالب سواء درسها في السنة الدراسية أم لم يدرسها. طبعا فيعني كان الأبناء يدرسونها في التاسع القديم مثلا أو تحولت الى الثامن، لكن بقيت مطلوبه في التاسع الاساسي. اذا هي يعني تماما والثالث ثانوي ايضا. فهذه المهارات الصرفيه الدائمه يعني سواء كان مشتقات او معجم الميزان الصرفي هي مهارات ثابته في يعني حياه الطالب الدراسيه في ماده اللغه العربيه. يمكن ان نتابع العدد ايضا ما دام العدد هو من كتله القواعد، يمكن ان نتابع قبل ان ننطلق الى ورقة الاختبار الصناعي. العدد أيضا، بحث العدد هو بحث هام وسؤال يعني شبه ثابت في النماذج الامتحانية. كيف يأتي العدد؟ كما هو موضح لدينا، استبدل بالعددين الواردين في الجملة الآتية كلمتين مكتوبتين. إذا نود أن نضع بدل الأعداد المكتوبة المرمزة إلى كتابة يعني كلمات. بالنسبة للعدد هناك قاعدة يعني ثابتة تنير للطلاب يعني الإجابة بشكل جلي، العددان واحد واثنان يوافقان المعدود دائما. ما معنى يوافقان المعدود؟ يعني في التذكير أو التأنيث إذا جاء المعدود مذكر فيجب أن يأتي العدد مذكر، جاء المعدود مؤنث يجب أن يأتي العدد مؤنث. الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود في التذكير وفي التأنيث. يعني مثلا وهنا يجب أن ننتبه إلى نقطة هامة، أن المعدود هنا يأتي جمعا، يعني من العدد 3 إلى 10 المعدود هنا يأتي جمعا، فلا بد أن أعيده إلى المفرد كي أستطيع موافقته أو مخالفته. يعني لا أتعامل مع العدد جمعا، لا أتعامل مع الجمع لأن الجمع ممكن أن يخدع. نعم. يعني أنا أعول على المفرد، ممكن أن يكون مثلا كلمة مذكر لكن جمعها مؤنث، مثلا كتاب تمام. كتب أو مجلد مجلدات، فهنا تصبح الإجابة خاطئة إن اعتمد الطالب على الجمع، إنما أرد إلى المفرد. مثلا لدينا عدد 3 مجلدات، مجلدات أردها إلى المفرد، مجلد أصبحت مذكر. وثلاثة تخالف فنقول ثلاثة بالتاء المربوطة. كيف أؤنث العدد؟ فقط أضيف إليه تاء مربوطة.
بالنسبة للعدد 10، العدد 10 إذا جاء مفردا يعني 10 لوحدها فهو يخالف، أما إذا جاء مركبا، ما معنى مركبا؟ يعني أن تأتي العشرة من 11 إلى 19 هذا نسميه مركبا، فهنا يجب أن توافق المعدود في التذكير والتأنيث. بالنسبة لألفاظ العقود، ما معنى ألفاظ العقود؟ يعني 20 30 إلى 90. ألفاظ العقود لا يتغير لفظها مع المذكر أو المؤنث، وإنما هناك مسألة هامة وهي إعرابية، يعني متى أقول 20 ومتى أقول 20 مثلا. في حال الرفع نضع واو ونون، لماذا؟ لأنه هو ملحق بجمع المذكر السالم، ونحن نعلم أن جمع المذكر السالم يعني علامة رفعه الواو والنون. أما إذا جاء منصوبا أو مجرورا فلا بد من أن أقول 20. تمام، يعني إذا في جمع مذكر سالم مثلا جاء العاملون، فاعل مرفوع عن رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التونيف في الاسم المفرد. عندما نتخلى عن هذه النون تحذف نون الإضافة، جاء عاملو المصنع. تمام، فيعني لا يبقى لا يكون يعني شيء من الثبات. العمدة يعني هو الواو أو الياء في النصب أو الجر. هنا أيضا يعني نذكر أبناء الطلاب بالنسبة إلى دروس إلى إعراب العدد، أيضا يعني الألفاظ العقود هي ملحقة جمع مذكر السالم. في حال ورود عدد من الأعداد المعطوفة وهو يعني ما توسط بينهما واو العطف، هو يعني من العدد 21 إلى 99 لكن دون رؤوس الأعداد، يعني نستثني رؤوس الأعداد التي هي 20 30 40 50 إلى آخره العقود. تماما، فهنا يتبع الجزء الأول الجزء الثاني يبنى على الجزء الأول، يتبع الجزء الأول في الإعراب. فإذا جاء الأول مثلا جاء مثلا 3 طن فيجب أن يكون وعشرون، أو رأيت 23 يتبع والعطف تابع. تماماً. هو تابع. تماماً هو تابع لأن هنا توسط بينهما حرف عطف. أيضا هناك مسألة هامة، إذا جاء العدد على وزن فاعل فإنه يوافق دائما، لأن هنا يصبح إعرابه نعتا صفة، والصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث. يعني عددا ترتيبيا مقصود فيه. أجل. مثلا الخامس. نعم. مثلا جاء الطالب، نحن نعلم أن خمسة تخالف. نعم. لكن عندما نقول جاء الطالب الخامس فيجب المطابقة، يعني نعم. الطالب مذكر والخامس مذكر، لماذا؟ لأنه جاء على وزن فاعل. فإذا إذا جاء العدد على وزن فاعل هنا يعني يجب أن يطابق المعدود في التذكير أو التأنيث. تمام، يعني في الحقيقة عندما يكون العدد، عندما يتقدم المعدود على العدد يكون صفة له، لكن يعني نحن في حدود مدرسية نبقى محافظين على قوانين مخالفة وموافقة كي لا تختلط الطالب القائد عند الطالب، لكن في عدد الترتيبي لا يستوي أن نحافظ عليها، لأنها في الحقيقة هي يعني لا يمكن أن نقول جاء الطالب الثالثة، يعني هذا أمر مستحيل أن يكون أن يقبل بأي شكل من أشكال الكلام. انتهى العدد؟ انتهى العدد، إذا أردنا أن نعود فيما بعد المشتقات. يعني ينتبه الأبناء الطلاب إذا طلب إليهم الضبط ينتبهون إلى الضبط العدد، لأنه يتبع الحالة الإعرابية ويكون له نصف الدرجة تقريبا. أجل. يعني إذا جاء كلمات مضبوطا بالشكل. تماما. يعني نحن نقرأ السؤال بشكل تفصيلي وواضح. نعم. فإذا جاء يعني سواء بالعدد أو غير العدد يعني التمييز، فجاءت كلمة مضبوطة بالشكل فغالبا يعني الضبط عليه نصف الدرجة. تمام. يعني هذا من محكات الاختبار التي ذكرناه في بداية الحلقة. يعني ليس دائما، يعني لا يخسر دائما الطالب درجات لأنه لا يلم في المعلومة، وإنما يعني سوء توظيف المعلومة، فهم ما يطلب إليه. إذن تماما، إذا أول خطوة في اختبار الطالب أن يفهم المطلوب، هذا التجاري المهني الصناعي كل طمع. يعني أبناء الطلاب أن يفهم المطلوب أولا. بعد أن يخرج كثير من الطلاب وبعض الطلاب يقول أنا لم أعرف أن هذا هو المطلوب، كنت كتبت لو عرفت. إذا ويعرف الإجابة تماما يعني الإجابة لديه لكن لم يوظفها بالشكل الصحيح. ثم تنفيذ المفهوم، يعني يجب أن يفهم نصحح ما الذي كتبه الطالب، ماذا يريد الطالب، سواء نقصد ذلك تنفيذا يعني شكلا ومضمونا، يعني اللغة الحروف الطريقة كتابة الإملاء، والمقصود أيضا يجب أن تصل الرسالة إلى المصحح بالطريقة الصحيحة، والزمن أيضا ضمن الزمن المطلوب، يعني تنفيذ المطلوب ضمن الزمن المحدد. لذلك في بعض الأحيان يعني بعض أبناء الطلاب قد يقول لو أخذت مثلا وقتا زائدا استطيع ان اتي بالعلامه الكامله، نقول يعني ذلك غير متاح لانه هو مجال التنافس. نحن يعني الاجابه الصحيحه والدقيقه في الزمن المحدد
تعطي صاحبها امتيازا يميزه عن الآخرين. وفي ذلك يعني هنا جاءت يعني سلم الترتيب جاء ليميز بين القدرات وبين الكفاءات والمهارات. لذلك نقول لدينا طالب أول وثاني وثالث، وإلا لو سمح الوقت للجميع كما يشاءون، ولأيضا ربما طالب آخر يطلب أشياء أخرى في الاختبار، لتساوى جميع الطلاب وما وصلنا إلى هذه الحالة من التميز التي نراها. يعني أجزاء من الدرجة في بعض الأحيان نجد تحول بين الطالب وبين طالب آخر في الترتيب، أو بين كلية أو بين فرع جامعي وفرع آخر. والمدة بشكل يعني مريحة جدا، يعني ساعتان يعني وقت كاف لحل النماذج وليس النموذج. في الحقيقة يعني كل مادة اللغة العربية في على اختلاف الصفوف الزمن مريح وكاف، حتى يعني من التاسع الأساسي إلى الثانوية بمراحلها المختلفة. يعني مثلا مدروسة دائما يعني في جلسات المتابعة ويعني مراقبة اختبار الطلاب والتدقيق أكثر في الأسئلة، نجد أن الزمن فعلا مريح ويعني يكفي كافٍ ومع شيء من الزيادة، لا نريد أن نسلب هذه الزيادة من الطلاب لأنها عامل راحة لهم، فالوقت يعني يكفي بشكل جيد وأكثر من جيد. نعود إلى الصناعي في القواعد، ماذا يمكن أن نقول بالنسبة إلى القواعد؟ من القواعد يعني العامة أيضا قد يأتي للطالب استخرج من بيت معين اسم ممنوعا من الصرف. طبعا الممنوع من الصرف يعني ليس درسا يعني ثابت في الكتاب أو موجود في الكتاب، لكن أيضا من السنوات السابقة ومن التطبيقات، يعني من الصف التاسع تماما. لذلك يعني نقول دائما تمام. التطبيقات حتى في سياق السؤال، يعني كلا يفهم الطلاب غلطا أننا فقط في الإعراب يمكن أن نتجاوز أسئلة الكتاب، وإنما تمام. في كل المهارات السابقة يمكن لنا أن نحن أمام ثالث ثانوي بغض النظر عن أنه يعني مهني، المهارات السابقة كلها التي درسها السابقة. تماما مطلوبة لدى الطالب. مثلا الاسم مثلا في هذا البيت كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. مثلا يأتي السؤال استخرج اسما ممنوعا من الصرف وعلل سبب المنع، يعني هنا درجة لاستخراج الكلمة ودرجة أيضا للسبب. هنا في هذا البيت لدينا كلمة حدباء، كلمة حدباء ممنوعة من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين أن ينون. هنا حدباء هي صفة مؤنسة على وزن فعلاء، لذلك منعت من الصرف. تمام. أيضا نأتي إلى السؤال الآخر، سؤال المشتقات. المشتقات اسم الفاعل، نستخرج اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، فمثلا كلمة طارة اسم الفاعل طائر. نعم. طارة فعل ثلاثي فيكون اسم الفاعل على وزن فاعل أي طائر. أما إذا كان الفعل فوق الثلاثي فذلك نأخذ المضارعة ونبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره وكسر ما قبل آخره. أما بالنسبة لاسم المفعول أيضا يعني هذه الدروس موجودة في الصف العاشر والحادي عشر للطالب الصناعي، لكن قد تأتي في الصف الثالث الثانوي، لا علاقة لذلك. اسم المفعول أيضا من الفعل الثلاثي، نصيغ اسم المفعول على وزن مفعول. مثلا هنا في البيت الأول أو البيت الذي قلت قبل قليل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هنا اسم المفعول هو محمول من الفعل الثلاثي حمل، المبني للمجهول طبعا حمل محمول من أما الاسم الفاعل فيكون من الفعل اللازم. نأتي إلى اسم الآلة، كيف يستخرج الطالب اسم الآلة؟ اسم الآلة هناك أسماء آلة قياسية لها أوزان. نعم. مثلا مفعلة، مطرقة، مفعل، مبرد، مفتاح، مفعال، لدينا خمسة أوزان قياسية. وهناك لدينا أيضا أسماء سماعية ليس لها وزن، مثلا كلمة فأس، كلمة سيف، خنجر، فهذه ليس لها وزن وهي أسماء آلة سماعية، يعني ليس لها وزن يقاس عليه. تمام، ليس يعني لها وزن يقاس. تمام، يعني كل كلمات لها أوزان، ولكن لا يستطيع أن أقول أنني آتي بأكثر من كلمة على هذا الوزن. تمام. يعني كما قلنا مثلا مفعال، مثلا يعني مثلا محراث، مزلاج، مذياع، مثلا إلى آخره. فهناك أسماء إذا سماعية لا تضبطها قياسية، لا تضبطها قاعدة. تمام. تمام، هذا بالنسبة إلى اسم الآلة. نأتي إلى اسم المكان، اسم المكان يكون على وزن مفعل. مثلا كلمة ملعب، كلمة مخزن، مصنع، نستخرجها من الفعل الثلاثي. مثلا قد تأتي الفعل صنع ويقول يطلب من الطالب أن يستخرج من الفعل صنع اسم
مكان. فمن الفعل صنع اسم المكان مصنع، ومن وايضا مخزن، وناتي بها من الفعل الثلاثي. يعني هذا ما يميز ربما اسم الآلة عن اسم المكان او الزمان. يعني مفعل، اسم الآلة يكون على مفعل، مفعل منجل، اما مفعل او مفعل ملعب مثلا تماما، يعني اسمان قياسيان للزمان او المكان. تمام. طبعا يعني قد يكون الزمان او المكان، وهذا الذي يعني يعتاد الابناء الطلاب دائما، او اللغه الوظيفيه تاخذ دائما باتجاه المكان. نقول ملعب مثلا للمكان يدل على مكان اللعب، لكن لا يمنع ان يكون ملعب اسم زمان. تمام. يعني كان موقف الحضور عند في بدايه الاحتفال او عند عزف النشيد، وكان موقف السيارات في قبو البناء. اذا تاتي للزمان او للمكان. تماما. ناتي ثم الى من فوق الثلاثي، هل معنيون ابنائنا اسم المفعول من فوق الثلاثي؟ يعني طبعا اسم المكان أيضاً او الزمان على صيغه من فوق الثلاثي ياتي على صيغه اسم المفعول. المفعول. نعم. ثم ناتي الى الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم. مثلا لدينا في البيت الأول: لم يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن الرياض وصوت الطائر الغردي. استخرج من هذا البيت صفة مشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة لها أوزان، مثلا لها وزن فعيل، فعل، حسن. فهنا الصفة المشبهة في هذا البيت هي كلمة الغردي. نعم. أو مثلا حين نقول: عزبة أنت كالطفولة، عزبة أيضا صفة مشبهة. كالليلة القمراء، كالصباح الجديد، كلمة القمراء على وزن فعل، أيضا هذه صفة مشبهة باسم الفاعل. يعني المشتقات يسأل عنها بشكل عام، استخرج من البيت أو بغض النظر عن المثال. تمام. يعني دائما بغض النظر حتى عن الوزن. تمام. يعني نذكر أبناء الطلاب دائما يعني لا نذهب كثيرا باتجاه الوزن، اذهب باتجاه المعنى. تماما. يعني قد يكون الوزن صفة، لا تماما تكون صفة تماما. يعني لا يستوي أن أقول فعالة عن أن أكون عن علامة مثلا اسم آلة لأنه موجود وزن. لا. تمام. إن أذهب إلى المعنى. تماما. فإذا كثير من القضايا التي يكون المعنى فيها ظاهرا، يعني عندما أتحدث عن الصفة المشبهة باسم الفاعل، المعنى يدل إلى وجود صفة. ثم أطبق ذلك على القاعدة التي قمت يعني حفظها من قبل، هل هو فعل أم فعل، أم فعال أم فعال أم فاعل، إلى ما هنالك. تمام. من يعني أوزان عديدة. أيضا هذا بالنسبة للمشتقات. أيضا نعم. يعني يأتي أيضا سؤال للطالب: وزن كلمة وتوضع الكلمة بين قوسين. أيضا الطالب يعني هذا السؤال يعني يستغرب، هذا السؤال الطالب لا يعرف ماذا يكتب. يكتب مثلا وزن كلمة مثلا طائر، يكتب وزن اسم فاعل، وهذا خطأ. هنا حين يرى الطالب كلمة وزن فيجب أن يزن الكلمة في الميزان الصرفي. مثلا كلمة طائر وزنها يكتب الطالب فاعل، ليس مطلوب منه أن يكتب نوعها من حيث المشتقات. تمام. أيضا وزن كلمة مثلا يستضاء يستفعل، يعني يرد الفعل إذا لم يعرف الكلمة مباشرة، يرد الفعل إلى أصله ثم يزيد الأحرف الزائدة في الفعل ويقابله في الميزان الصرفي. أيضا إذا طلب إلينا المشتق، هل يستوي أن يقول فاعل بدل اسم فاعل؟ يعني طائر مثلا، هذا المثال بحد ذاته وضع له مثلا فراغ، طائر اسم مشتق، هل يكتفى أن يقول فاعل؟ هل يكتفى؟ لا يكتفى، لا يكتفى. لا يكتفى أبدا. يجب أن يعني يذكر اسم يخسر فاعل. الطالب الدرجة يعني في هذه الحالة. أيضا يعني من التعليمات الامتحانية في الإعراب أن لا يلجأ إلى الرمز، يعني المفعول به مثلا ميم به الدرجة، يخسر الدرجة في كل الشهادات، في كل أو اختبارات. مثلا يكتب مفعول به. نعم. منصوب لا يكمل. نعم. الطالب علامة نصبه، يعني هذا جزء، يعني هذا جزء تماما، يعني هذا يعود إلى السلم وإلى حسب توزيع السلم. يخسر لكن الكتاب الإجابة بالرمز يخسر الدرجة مطلقا، أيا كان قصده، يعني فهم هذا القصد أم لم يفهم، لا يوجد رمز في الإعراب. تمام. هذه الاختصارات والرموز غير مقبولة في كل اختبارات في كل اختبارات المركزية، يفترض حتى في الانتقالية، لكن نتحدث نحن عن الاختبار المركزي. السلالم المركزية هو دائما يعني توصيات في السلالم، لا يخسر طالب درجة في حال لجأ في الإعراب إلى الرمز. تمام. طبعا إلى جانب يعني قضايا عديدة لم يأتي المجال لذكرها، هناك يعني كثير من التعليمات الامتحانية يمكن يستأنس بها الطالب من خلال يعني المدرسين، من خلال زملائنا المدرسين، او من خلال يعني العوده الى السلالم ان امكن له ذلك، او الاطلاع على يعني تعاميم وتوصيات امتحانيه. تمام. عديده في هذا الخصوص وردت، ومناهجنا يعني ليست جديده في الثالث ثانوي المهني، وانما هي اصبحت مناهج يعني قديمه جدا، قديمه ودرست باكثر من طريقه ولاكثر من عام
فله أن يستنير بالتجارب السابقة في كل والنماذج السابقة إلى وصولا إلى نموذج العام الماضي في ذلك الأمر. أيضا يسأل الطالب إذا أتت كلمة صفة هل أكتب صفة أم نعت؟ يعني الفرق. الطالب يسأل يعني لا فرق في ذلك سواء كتب صفة أو كتب نعت نفس الشيء. تماما. يعني هذا من الأسئلة التي يعني كنا نسأل نقول هي من الأسئلة العالقة. طبعاً. يعني الأبناء الطلاب من خلال يعني الاتصالات أو الأسئلة التي تكتب على الصفحات ونقول دائما لأبناء الطلاب يعني وللمتابعين وللأهل يعني الحلقة تبث الآن على صفحة التربوي على الفيسبوك يسألون أسئلة نحن لا نراها. يعني حبذا لو توضع الأسئلة من قبل على الإعلان مثلا إعلان الندوة ممكن أو من خلال تماما يعني ما يوضع الآن نجد بعد أن نخرج من هنا نجد أسئلة الأسئلة لا نراها الآن فلا يتسنن الإجابة عنها لكن يمكن هناك قدمات أخرى للأسئلة من خلال يعني عندما يتم الإعلان عن الندوة من خلال الصفحة الرسمية للوزارة أو للتربوية يمكن أن يعني توضع الأسئلة فهذا الأمر يعني يمكن أن يجاب عنه حتى في مرات يعني لاحقة يعني الآن نحن قدمنا مثلا ندوة امتحاني للتاسع الأساسي وهناك ندوة أخرى للتاسع الحديث لكن بغض النظر يعني عندما نسأل عن أمر نرى أنه حيوي لابد أن يجاب عنه يعني على سبيل المثال عندما نسأل عن مثلا موضوع السيرة الذاتية في التاسع الأساسي هل يحتاج إلى مقدمة نقول لا يوجد موضوع ليس له مقدمة لا يمكن أن تبدأ في أي موضوع إبداعي والسيرة الذاتية موضوعا إبداعيا وإن كان يعني مقونا في يعني في يعني محدد مجالات محددة يعني اجتماعي نفسي ثقافي لكن لا يوجد موضوع إبداعي لا يوجد موضوع إبداعي دون مقدمة تمام مقدمة إبداع أيضا تماما أيضا بالنسبة إلى الهمزة حين يعلل الطالب الهمزة مثلا كلمة فؤاد هل يذهب جزء من العلامة إذا كتب متطرفة أو متوسطة أم يعلل فورا الطالب يجب أن يذكر نوع الهمزة إن لم يذكر في السؤال تمام يعني لم يذكر يعني علل كتابة الهمزة يجب تمام. أن يكتب يعني نوع الهمزة هل هي متطرفة أم همزة متوسطة قبل أن يعلل تمام يعني على ذلك درجة يعني عندما نقول له علل كتاب ألف مقصورة في الكلمة الفلانية لا داعي أن يكتب مقصورة لا داعي أن يكتب عندما تسمى سبب تمام. فقط السبب تمام. يعني هنا نعود إلى التركيز في السؤال وإلى الدقة في الإجابة قراءة السؤال جيدا بشكل جيد أيضا كتابة الإجابات بطريقة يعني توصيفية يعني طلب إليه مثلا بعض الأسئلة التي وردت مثلا نعتا ومنعوتا يجب أن يوصف ماذا كتب يعني عندما يبدأ مثلا بالمنعوت ويأتي بعده النعت دون أن يسمي قد يخسر الدرجة يعني المصحح لم يعرف ماذا قصد الطالب ماذا قصد في ذلك يعني تمام. يجب أن يحدد المنعوت تماماً. والنعت تماماً. يعني نحن لا نعلم ماذا يدور في خلال الطالب يكتب الكلمتين تمام. يجب أن يحدد تمام يعني أحيانا من باب التسهيل قد يقال يعني تأخذ الدرجة بحسب الإجابة بحسب ترتيب السؤال إذا صفة يعني وكتب صفة تماما يعني السؤال مثلا قال نعت منعوتا فيفترض أنه قصد بالكلمة الأولى النعت فقد يعني قد تصادف الصحة في بعض الأحيان أسلوبا خبريا وآخر إنشائيا وربما في البيت الشعري ورد الإنشاء قبل الخبر على سبيل المثال فهنا أيضا يعني ينتبه الطالب إلى أن يسمي الجزئية التي يقصدها وإن كتب واحدة قبل أخرى لا بأس يعني ليس هناك إلزاما تمام. أن يرتب وإنما إلزاما أن يسمي ماذا أراد في هذه الإجابة أيضا بالنسبة للأسلوبين الخبري والإنشائي أيضا يطلب من طالب الصناعي أن يستخرج من الأبيات أسلوب خبري أو أسلوبا إنشائيا نعم. يعني الأسلوب الإنشائي هو النداء الاستفهام التمني الدعاء الاعتراض كلها هذه أساليب إنشائية طبعا. أما الأسلوب الخبري هو مثلا نقول السماء صافية فهذا أسلوب خبري نعم. أيضا هناك سمات الألفاظ نعم. يعني إذا كانت قصيدة من العصر الجاهلي فتكون الألفاظ يعني جزلة قوية وتكون أيضا مثلا فيها مفردات غريبة فيكتب نعم. الطالب غريبة ويكتب كلمة صعبة أو غريبة أما بالنسبة لسمات التراكيب فنقول هي متينة مترابطة السبك ويعطي الطالب تركيب كامل نعم. هنا لا يقبل لفظ يجب أن يذكر الطالب تركيبا كاملا يعني الصعوبة في الحقيقة هو أمر نسبي يعني يختلف طالب ربما كلمة بسيطة في العصر الحديث من الشعر الحديث لا يفهمها فيقول صعبة طبعا. هذا أمر نسبي يعني نقول جزلة جزالة غير الصعوبة طبعا. الجزالة لها علاقة بألفاظ بحروف معينة بمخارج حروف معينة تماما. تماما والألفاظ التي تقول جديدة لا نقول صعبة في المطلق هذا اللفظ يعني غير مقبول لدينا يتم شرح المفردات يعني الآن أمامي النموذج هناك شرح مفردات لكلمة غمرة لكلمة كأن نضو مثلا إلى ما هنالك من ألفاظ قد تكون جديدة على الطالب
يعني توضع إلى جانب النص. فينتبه أبناء الطلاب إلى أن بعض الشروحات موجودة تكون إلى يسار النص أو تحت النص قبل الأسئلة المفردة. لكن ربما الطالب في بعض الأحيان يعني يكون مسرعا متلهفا لمعرفة السؤال قد لا ينتبه يخرج من الاختبار، فبعد أن يخرج ينتبه إلى أن هناك ألفاظ موجودة مشروحة في ورقة الاختبار، قد تكون وقد لا تكون، يعني هذا يعود تقديره إلى وضع السؤال. قد يجد ضرورة من تبسيط الأمر أو البيت أو النص على الطالب فيضيف بعض الشروحات إلى ورقة الاختبار. تمام. أيضا بالنسبة للقواعد، يعني هناك بناء الفعل الماضي وبناء فعل الأمر، حالات بناء الفعل الماضي وحالات. أيضا هذه ليست موجودة في الكتاب إنما من السنوات السابقة، لكن يعني تطلب من الطالب قد مثلا يأتي استخرج من البيت فعلا مبنيا على الضم. أنت تستندين على دورة بين يديك، يعني هذه الحالات لو غير موجودة في الكتاب لكن مطلوبة من الطالب من خبرة سابقة. تمام. ونستند إلى دورات جاءت فيما من قبل يعني. طيب نعود إلى التجاري، ماذا بعد القواعد؟ لدينا القراءة. نعم. كيف يأتي محور القراءة؟ عبارة عن يعني نص صغير جدا، سطر سطر ونصف. هذا النص لماذا نريده؟ أولا التذكير بالنص الأساسي. نعم. بالنسبة للطالب، ثانيا لكي نطبق عليه الأسئلة. يأتي السؤال الأول متعلق بهذا النص. ممكن أن يأتي في بعض الدورات على قلتها سؤال استنتاجي، يعني أنا أقول دائما الاهتمام أولا بالأسئلة التي خلف الدرس، لكن هذا لا يمنع من فهم الدرس. ممكن أن يأتي سؤال استنتاجي فيجب أن أفهم الدرس ثم يعني أحفظ الأسئلة التي خلف الدرس. فإذا ما جاء سؤالا استنتاجيا يعني الطالب يستطيع تدبر أمره في هذا المجال. تمام. طبعا هذا السؤال على له 20 درجة، قد لا يكون استنتاجي في المطلق، لكن ممكن الأسئلة خلف الدرس يعني ليس ضرورة أن تأتي جميع الأسئلة، يعني لا يمكن، هي نماذج لبعض التطبيقات الفكرية أو الفنية، فقد يكون السؤال واضحا لكن غير موجود في الأسئلة لأسباب يعني تتعلق بهيكلية الدرس، بحجم الكتاب. هذا يجب أن يفهم. تمام. يفهم ولا يحفظ بصمة. فهم أي يعني سواء باللغة العربية أو أي مادة، الفهم أساس ثم في المرتبة الثانية يأتي الحفظ. لدينا سؤال أيضا بعد ذلك الضبط، ضبط أواخر كلمتين بالشكل. الكلمتان المطالب ضبطهما، يجب أن أنتبه إلى يعني يعاني الطلاب وكثير ما أسأل يعني كيف نضبط أو كيف نعرف. طبعا هي لها علاقة مباشرة بالإعراب. تمام. الضبط، لكن هناك يعني بعض الأمور التبسيطية إن صح التعبير، مثلا يعني أحدد أولا هل هي فعلا أم هي اسم. إذا كان فعلا مثلا فعلا مضارعا، هل سبق بحرف ناصب، هل سبق بحرف جازم، كي أستطيع أن أضع الضبط المناسب على آخر حرف. إذا كانت الكلمة أيضا متصلة بضمير يجب أن أضع الضبط على الحرف الأخير وليس على الضمير، يعني عندما نقول مثلا كلها أو كلها يجب على توضع على اللام وليس على الهاء لأن الهاء ضمير، يعني هذا يتقاطع مع التوكيد المعنوي. أجل. حين يضع الطالب الضبط الصحيح على ما قبل، لأن الضمير كمان علم مبني فحركته ثابتة، فيعني العبرة هي بوضع الحركة المناسبة أو الضبط المناسب على الحرف الأصلي الأخير من الكلمة. ممكن أيضا إذا كانت يعني كلمتان اسمان يجب أن أربطها بما قبلها، هل هي مضاف إليه، هل هي صفة، هل هي حال، يعني الكلمة لا تضبط بشكل اعتباطي وحدها وإنما هي دائما الإعراب كل مترابط، يجب أن أعلم ماذا قبل هذه الكلمة، يجب أن لأن يعني الإعراب الضبط هنا بسياق هذه الجملة أو الكلمة حتما. طبعا الضبط له 10 درجات، كلمتان لكل كلمة 5 درجات. بعد ذلك لدينا الإملاء القاعدي. ما معنى إملاء قاعدي؟ إملاء قاعدي يعني تعليل همزة، تعليل تاء، تعليل ألف، وطبعا هذا مما قد أخذناه في سنوات سابقة. بالنسبة للهمزات لدينا همزة القطع والوصل والهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة، وكما أوردت زميلتي إذا لم يؤتى على ذكر نوع الهمزة فالهمزة بصياغة السؤال فالهمزة لها تسميد نصف الدرجة. الهمزة. نعم. تسميد. نعم. الهمزة يجب أن نضع نوع الهمزة. نوع الهمزة سهل جدا، يعني نصف الإجابة في السؤال، إذا كانت
في منتصف الكلمة هي كلمة متوسطة، جاءت في آخر الكلمة هي كلمة متطرفة. همزة القطع والوصل أيضا واضحة، بالنسبة لهمزة الوصل تكتب ألفا دون همزة. همزة الوصل في الأسماء العشرة أشهرها اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان. بالنسبة للأفعال تأتي في ثلاثة مواضع، في فعل الأمر الثلاثي اجلس، ادرس، في ماضي ومصدر وأمر الخماسي، وكذلك السداسي استقبل، استقبل، استقبال، انهمر، انهمر، انهمار. هذا بالنسبة لهمزة الوصل. همزة القطع كلما شد عن همزة الوصل بشكل بسيط هو همزة قطع. طبعا الأسماء غير الأسماء العشرة والحروف كلها همزة وهمزة قطع. والأفعال نحن يعني بهمزة الوصل ذكرنا الأمر الثلاثي، ذكرنا ماضي ومصدر وأمر الخماسي والسداسي. نلاحظ هنا أنا لم نذكر الرباعي، فهذا همزة وهمزة قطع إن وجدت فيه همزة. لم نذكر مثلا المضارع من حيث الأزمنة، يعني هذه الأمور ممكن أن يسترشد بها الطالب في هذا المجال. بالنسبة للألف غالبا تأتي طبعا يعني مقصورة أو ممدودة، الألف اللينة. إذا كان الكلمة ثلاثية سواء كان اسما أو فعلا فإننا نعول على أصل الألف. نحن نعلم إذا كانت الألف ممدودة فأصلها واو، نقول حصرا في الثلاثي. أما إذا كانت مقصورة فأصلها ياء. أما بالنسبة للأسماء والأفعال فوق الثلاثية فإذا ما سبقت الألف بياء فإنها غالبا تكتب ممدودة. أما إذا لم تسبق مثل مثلا استبقى، لماذا لم تكتب ممدودة؟ لماذا كتبت مقصورة؟ لأن الألف لم تسبق بياء. وهنا أود أن أذكر الطلبة أيضا، لا نقول لأنها لم تسبق، يجب أن نقول لأن الألف، يعني يجب أن نحدد الألف، لأن لو ذكر الطالب لم تسبق ممكن أن يفهم المصحح أن الكلمة لم تسبق وليس الألف، فيجب الانتباه إلى هذه المسألة أيضا. طيب يبدو أنه لدينا اتصال. تفضل. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. بأعراب الجمل، الجملة كيف أعرفها في محل جر صفة؟ جر صفة. طيب أيضا. بس شكرا. طيب أهلا وسهلا بك عفات. في الدقائق الأخيرة متبقية تفضلي. بالنسبة لإعراب الجمل طبعا الجملة لا أستطيع أن أعربها إلا إذا ربطتها بما قبلها. نعم. يعني فالجمل التي لها محل من الإعراب، من ضمن الجمل التي لها محل من الإعراب لدينا جملة الصفة. جملة الصفة يجب أن يتوفر فيها شرطان، ما هما؟ يجب أن تكون، أن يكون المنعوت أو أن يكون الموصوف نكرة، فبعض النكرات صفات فيجب أن تعود على نكرة حصرا. هذه مسألة. مسألة أخرى يجب أن تحتوي الجملة على ضمير، سواء كان ضميرا بارزا أم ضميرا مستترا. فمثلا عندما نقول مثلا الوقت سيف حده مسلط على رقاب المستهترين، مثلا الوقت سيف حده مسلط، حده مسلط هذه الجملة إذا أريد مني مثلا إعرابها شككت بأنها صفة، فيجب أن أطبق الشرطين. الشرط الأول على ماذا عائدة هي؟ الوقت سيف حده مسلط، إذا عائدة على سيف، سيف نكرة أم معرفة؟ هي نكرة، إذا توفر معي الشرط الأول فهذا ممكن أن تكون هي جملة صفة. المسألة أخرى أبحث عن ضمير، الضمير هنا جاء بارز حده هو هذه الهاء أيضا عائدة على سيف، فإذا توفر الشرطان الأساسيان أن تسبق بنكرة، أن يكون منعوت نكرة وأن تحتوي على ضمير. ممكن أن يكون الضمير مستترا وهنا يجب أن نقدره تقديرا. أيضا يجب أن ننتبه يعني إلى مسألة أيضا بتصحيح بسلم التصحيح، الجملة يجب أن تذكر ليس فقط المحل وأيضا الحركة، يعني عندما أقول صفة يجب أن نقول رفع صفة، جر صفة، نصب صفة، فأيضا هذه لها درجة يجب أن ينتبه إليها الطالب. مثلا الوقت سيفا حده مسلط، هنا شاءت في محل رفع صفة. عندما أقول مثلا رأيت فتاة شعرها طويل، هنا في محل نصب صفة. مررت برجلين مثلا عضلاته مفتولة، في محل جر صفة. فيجب الانتباه إلى هذه المسألة، يعني هي جملة صفة ولكن ما محلها، يعني رفعا أم نصبا أم جرا. تماما، لأنها هي من التوابع، يعني والجمل يجب أن تتبع. تماما، والجمل التي لها محل الإعراب جاءت لتحل محل مفرد، يعني إذا جاءت ترمم نقصا بمفرد. تماما، جاءت ترمم نقصا موجود في المفردات، وكما تحدثتي كما أستفتي أننا أولناها بمفرد
يعني أجل. يمكن أن نؤولها بمفرد فهي أن تبين المفردة الموجودة في مكانها ماذا كان يمكن أن يكون محل الإعراب. وهذا الأمر بصراحة ننصح لأبناء الطلاب أيضا في الكلمات التي تنتهي بأحرف لا تظهر عليها الحركات أيضا يمكن أن استبدلها بكلمة سواء في الجموع يعني نقصد علامات الإعراب الفرعية أو المقدرة يعني علامات إعراب الأصلية حتى المقدرة هي أصلية لكن قد تكون علامة فرعية مثلا جمع مذكر سالم أو مثنى فإن أشكر على الطالب يعني إعراب الكلمة يمكن أن يستبدلها بمفرد فيؤول يقدر الكلمة ماذا يمكن أن أقول أنا مثلا لو استبدلت بمفرد سيجد أن هناك حركة قريبة إلى تماما إلى سليقته اللغوية إلى فطرته اللغوية إلى أسلوبه فقد يصل إلى يحدد الإجابة من خلال ذلك. في الدقائق القليلة المتبقية ماذا يمكن أن تضيف آنسة؟ سأتحدث عن إعراب الجملة. هل يذكر الطالب الجملة فعلية أم اسمية؟ مثلا لهم شيمة لم يعطيها، إعراب جملة لم يعطيها هي رفع صفة، لكن هل يذكر الطالب جملة فعلية في محل رفع صفة أم لا يذكر؟ يعني لا يضر ذلك يعني تحديد فعلية في السلالم يعني في السلالم التصحيح. طبعا نحن لا نريد أن نكرس حالة يعني أن يهمل الطالب معرفته بالجملة، هذا من المسكوت عنه، يعني هنا لا نفتي في ذلك، هذا من المسكوت عنه وقد لا يسكت عنه، سكت عنه اليوم قد لا يسكت عنه في الغد. تتغير قضايا في السلالم تماما، هذا أمر يعود لطبيعة المناقشين. مسألة بسيطة تماما، يعني دائما نعرف نعلم أن مناقشة السلالم يعني من الزملاء الذين شاركوا معنا يعلمون أنه هو مسألة توافقية تختلف باختلاف المناقشين، لا نقول العينة قد لا يوجد عينة في الثانوية المهنية تصحح قبل السلالم كما هو في الثانوية العامة، ولكن نقول باختلاف طبيعة المناقشين، وهذا أمر يعني توافقي دائما وله يعني أسانيد منطقية، هو ليس مزاجي، لا يختلف من عام لعام لأسباب مزاجي وإنما هو استنادا لمنطق، وما تم يعني التساهل به في عام قد لا يتم، لأن هذا أمر يعني هو منحة، أنا أعطيت أمر لي أنا أخذه لأنني محكوم بقانون منطقي، هذا القانون يحكم يعني المادة العلمية المعرفية من سنة لأخرى، لكن نقول دائما طبيعة النص، طبيعة السؤال، يعني طبيعة المناقشين قد تميل إلى أمر دون آخر، فتقبل هذا في مرة وقد لا تقبله في مرة أخرى، ولها ذلك ما دام هذا الأمر لا يخالف قانون الاختبار أو قانون العلمي المعرفي الذي بنيت عليه المناهج ومن قبلها وثيقة المعايير أو المصفوفة يعني المعرفية للطالب. إذا أراد العلامة التامة يجب أن يكون دقيقاً. نعم نعم، يعني هنا على ألا يقع في الغلط، يعني كما نقول إذا أخذنا مثالاً يعني سلماً سابقاً قد تجاوز مسألة التسمية نجد ربما من سمى تسمية مغلوطة خسر جزء من درجة ومن تجاهل ربما أخذ الدرجة كاملة. لذلك يعني هذا أمر كما نقول هو من الأمور يعني المسكوت عنها، يعني السلالم لها نطاق عام إطار عام، هناك جزئيات يعني هي متروكة، يعني لا نستطيع أن نقول مصحح، يعني عندما يفاجأ البعض مثلا بدرجة طالب وفيها جزئية صغيرة يعني قد يقال يعني هل عجز السلم عن هذه الجزئية؟ السلم لا يعنى كثيرا بالجزئيات، ولكن لا تستطيع أن تقول مصحح يعني رأى غلطا إملائيا فلم يتغاضى عنه، لا تستطيع أن تقول لماذا لم تتغاضى، فهذه المعرفة يعني اللغة تكاملية لا يمكن أن يهمل جزء في موضع آخر حتى وإن كان في سياق آخر، فيبحث عن يعني تكامل الأجزاء لأننا كما قلنا يعني هي لغة يعني لها يعني الكثير من الضوابط التي يجب أن ينضبط فيها الطالب في أي جزئية كان من جزئيات الجواب. لذلك نجد أنفسنا في بعض الأسئلة التي تتعلق بالمثلا المفرد والجمع يعني قد وهذا أيضا من باب الاجتهادات قد يقال يعني يهمل تهمل لائحة إملائية، يعني أطلب إلى الطالب كلمة مثلا جمع فؤاد مثلا أفئدة قد يقال يعني أنا لا أريد أن يعني أكبر الطالب بقيود أعلى، هناك أسئلة ستأتي عن الإملاء فكي لا يحسبنه أكثر من مرة ليس من باب الاستهانة وإنما كي لا تأخذ المهارة أكثر من جزئية من مستحقاتها يقال يعني يهمل ربما موضوع الإملاء أو ربما يهمل الضبط أو ربما إلى ما هنالك من أمور يعني هي من باب التبسيط على أبناء الطلاب لكن بالطريقة التي لا تفسد القاعدة أو لا تفسد الحالة المعرفية أو لا تجعلنا في حالة من التناقض بين ما نعلم وبين ما نختبر أو ما نحاسب به في الاختبار. أيضا يعني سريعا في التعبير يمكن أن نضيف في حدود التعبير طبعا يأتي موضوعان اختياري بين موضوع إبداعي وموضوع وظيفي.
الموضوع الإبداعي لدينا يعني خيارات كثيرة في تمام في الإبداع. يعني موضوع الإبداع على عجالة، أي موضوع كما أسلف الدكتور يجب أن يبدأ بمقدمة، يعني المقدمة شيء أساسي لا يمكن التغاضي عنه بأي موضوع، مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة تمهيدية بسيطة، بالنسبة للعرض هو الموجود في العناصر في السؤال، في السؤال في نفس السؤال بدقة. إذا يجب أن نقرأ السؤال أكثر من مرة لنحدد العناصر بشكل أو الأفكار بشكل دقيق، مناقشة العنصر أو الفكرة وعدم العودة إليها، لأن يعني هذا يعطي ركاكة للموضوع، يعني اشبعت الفكرة، انتقد بشكل منطقي تمام، ربطناها مع ما سبقتها وتابعنا يعني. وصولا إلى الخاتمة التي هي تلخيص لعناصر الموضوع. إن كان هناك شاهد بالموضوع الإبداعي، أقول إن كان هناك شاهدا بيت شعري آية ليس إلزاما، ليس إلزاما يعني دائما ليس إلزاما يعني. هو باب الإغناء تماما. والخاتمة أيضا بشكل مقتضب، ممكن أن تكون تلخيص، ممكن أن تكون شعور حسب طبيعة أو رأي الطالب تماما. طبيعة في الحقيقة يعني وقتنا انتهى تماما، يعني كل الشكر لكما زميلتي الأنسة لينا المهدي مدرسة في تربية دمشق، والأنسة أسماء العدوي مدرسة في تربية دمشق أيضا. كل الشكر لطواقم الفضائية التربوية العاملة معنا ما قبل الندوة وفي أثناء الندوة وما بعد الندوة أيضا، يعني الزملاء في الهندسة الذين يتجشمون عناء دائما يعني نقل ندوات على صفحات الفيسبوك وما يصادفهم ربما من بعض المتاعب والمشكلات. لكم التحية مني دائما أنا مصطفى الحسون، أودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد، دمتم بخير.